بعد سنوات من الانتظار المرير لذوي المفقودين بسجن بادوش، اكتشفت مقبرة جماعية تضم عشرات الضحايا، والتي على أثرها تشكل فريق وطني مؤلف من دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية لجمع المعلومات وعينات الدم من ذوي المفقودين. بتوجيه مباشر من الأستاذ عبد الله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء المحترم، توجه فريق المشترك المشترك الخاص بجمع العينات والمعلومات من ذوي الشهداء بالتنسيق مع دار الطب العدلي في بغداد من خلال الفريق المشترك الوطني ومن خلال الخطة الموضوعة من دار الطب العدلي لإنشاء وإكمال السجن الوطني الخاص بمفقودي سجن بادوش. بعد ما تمت المرحلة الأولى اللي خاصة بمناطق الجنوبية وبغداد، تم التوجه اليوم إلى محافظة الديوانية بعد إنجاز محافظة كربلاء، ثم التوجه إلى محافظة السماوة لغرض إنجاز قاعة البيانات الخاصة بضحايا سجن بادوش. هذا الفريق مشترك من خلال دار الطب العدلي ودار مقابر جماعية في مؤسسة الشهداء لغرض جمع المعلومات وعينات الدم من ذوي الضحايا لإكمال السجن الوطني الخاص بهذه الفئة من الضحايا. ومن خلال تواجدنا هذا اليوم وبالتعاون مع دار صحة الديوانية ومدير الشهداء الديوانية، تم حضور العوائل من خلال الإبلاغات المقدمة من قبل دار الطب العدلي والاتصال مع العوائل. وهذا هو اليوم الأول بالحملة، وسيتم خلال 3 أيام القادمة سيتم إكمال كافة البلاغات والتواصل مع العوائل لإنجاز هذه القاعدة. احنا فريق مشترك من دائرة الطب العدلي قسم المقابر الجماعية مع مؤسسة الشهداء. الفريق مشترك قلت لك بين الدائرتين، يعني الهدف من عنده جمع عينات مال ذوي ضحايا سجن بادوش من اجل المطابقه مع الجثث اللي تم استخراجها من السجن نفسه. عندنا مختبرات في قسم في اداره الطب العدلي قسم المقابر الجماعيه، نجمع العينات ونطابق هويه الجثث الموجوده من اجل معرفه العوائل مالتها، نسلمهم الجثث، كل عائله تسلم الجثث مالتها. مؤسسة الشهداء في الديوانية سهلت عمل الفريق الوطني من خلال التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في محافظة الديوانية، ودعوة ذوي المفقودين في سجن بادوش من سكنة محافظة الديوانية لغرض أخذ عينات الدم ومطابقتها مع رفات المفقودين. بتوجيه وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الله النائلي، حضر اليوم فريق العمل الحملة الوطنية المؤلف من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة إلى مؤسسة شهداء ودائرة الطب العدلي التابعة إلى وزارة الصحة إلى محافظة الديوانية لجمع المعلومات وأخذ عينات الدم من ذوي ضحايا سجن بادوش الذين اختالتهم عصابات داعش التكفيرية لمعرفة ومطابقة مصيرهم وتسليم جثمانهم إلى ذويهم. حقيقة مبادرة طيبة وإنسانية من قبل الفريق لتقليل وتخفيف المعاناة عن كاهل ذوي الضحايا. مديرية شهداء الديوانية بادرت وبالتنسيق مع دائرة الصحة الديوانية لتسهيل مهمة الفريق وتقديم الدعم والإسناد لإكمال هذا المشروع المبارك. حقيقة نشكر كل القائمين في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. ذوي ضحايا سجن بادوش طالبوا الحكومة المركزية باحتساب ذويهم من الشهداء لكي ينتهي مسلسل انتظارهم الذي أنهكهم حزنا وألما، كذلك أخذ حقوقهم لأن الضحايا لديهم عوائل بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي بعد فقد ذويهم. أنا أشوف السيد الكاظمي يعني يلتفتنا ويشوف يحل مشكلتنا هاي، يعني صار النهاية من 2014 من تحرز موصل لحد الآن، ولدنا ما ندري بيهم وين زين، وهم معلومين يعني بالسجن فقدوا، يعني معلومين الدولة تعرفهم واسمهم موجودة بالسجن الإصلاحي، إنه شك واحد اللي اسمه موجود بالسجن الإصلاحي ورقم الإحصائي حسب شهيد، وبقت إذا يتحججون إنه شو اسمه أكو بيهم فهاربين وما مسلمين نفسهم، يعني هم يجوز الدولة 1% أو 2%، يعني أظلم الباقين على مود 1% أو 2%، ها؟ يعني لازم يسوي لنا حل، يعني لو ولدتهم يسكتون عنهم لا ولدتهم ولا حقوقهم.
سنوات من الصبر العقيم تكشف الستار عن جريمة كبرى أدمت قلوب ذوي المفقودين وأطفأت آخر شمعة من الأمل في عودتهم. محمد الياسري، إعلام مديرية شهداء الديوانية.